دق في الباب، تسمع جواب. انا عارفه كي اللي غادي تشفى فيا وكي اللي غادي يجي من جهتي، وانا عارفه راسي شنو كنعمل. الاخري هو هذا. انا اليوم كليت فطهري على سبتكم بحق على جال المتابعين ديالنا، ماشي خساره فيهم والله العظيم. مش غادي نقول لكم الا ضحكت، ماشي ضحكت، بكيت من قلبي، وكان واحد الاحساس خايب بزاف، تجربه خايبه بزاف. المهم الاخوان، انا عارفكم غادي تقولوا لي فاطمه الزهراء غادي تفايل على راسك، فاطمه الزهراء ما تفايلش على راسك. المهم الاخوان، هذاك في اطار الضحك وصافي. والله العظيم دائما كنحاول نضحككم، كنحاول دائما نعطيكم واحد الطاقه ايجابيه. اما الغمه، اما المشاكل وديك الشيء راه عندهم واليهم. حنايا عندنا الناس اللي غزالين، الناس اللي مزيونين، كيعجبهم الضحك دابا هذه مالا كدور بيا، كيعجبهم النشاط. المهم اختي، انا كنتمنى يعجبكم ديك الفيديو. الصراحه كان واحد الاحساس، شحال نقول لكم، احساس مزيون واحساس خايب صراحه. اللي حط شي واحد في ديك المطاع هذاك، وكاين الاخوان والله العظيم الا كاين الناس كتمشي تشري شي حاجه اللي هي تافهه وكتعدل في عينها، ربي عطاك عينك قل الحمد لله. والله العظيم شحال من واحد وقعت له، والله يهدينا والله يبعد علينا شر الخلق. هادشي اللي غادي نقوله. ما تنساوناش دائما من لي لايك ديالكم والتعاليق المزيونه ديالكم. كنتمنى تكثروا لي من التعاليق واللي لايك باش الفيديو كيوصل عند ناس اخرين، وتزيد القناه ديالنا تكبر باش دائما نزيدنا فيكم. المهم انا كنعطيكم شي افكار، اللي ماشي شي افكار، المهم ماشي مخترعه انا، واو. المهم الاخوان، هادشي كامل في اطار باش نرضيو المتابعين ديالنا ونضحكوهم ونفاجئوها عليهم. والله العظيم بلا افتخار عليكم، ملي كنزل شي فيديو كيتصلوا بيا زعما من جميع انحاء العالم، كيتصلوا بيا فاطمه الزهراء مسخوطه كتضحكنا كتعملنا ديك الشيء اللي كامل. والله العظيم الاخوان. والمهم دابا جبرتوني كملت برانك ديالي، انا لابسه عليا باخر على خير. ايوا في طهري كليناها الدق كليناه، ودابا غادي نمشي ناكل اختي الدجاج اللحم. غيقولوا لي فاطمه الزهراء مالك مهيفه ولا. المهم اختي ماشي مشكل، على جالكم الدنيا هانيه، ناكلوا الضاق الدنيا هانيه. المهم باش نفسر لكم واحد الحاجه، ملي كيكون الفيديو فيه الغوات وفيه الضاق، اليوتيوب كيضرب عليه كيعمل له كوبي راي. هذا الفيديو غير زعما ماشي في الصالح ديالنا، غير صالح لا سواء لينا نربحوا فيه، ولا سواء اللي لو كيكون فيديو كيصنفوا واحد العنف، فهمتوني. دابا في ديك اللقطه ديال الرياكشن غنقدر نقطع منها، حيت اليوتيوب كيرفض ديك الشيء هذاك مره، فهمتوني الاخوان. والله العظيم ساعه ساعه كيكونوا شي فيديوهات واعرين ومزيونين، بالحق ملي كيضربوا لنا عليهم ما كتقدرش تنزلهم، فهمتوا هادشي اللي كاين. المهم لا عندي مع احلى متتبعين عندنا، انتينا اللي كتشوف هذا الفيديو، سير الله يفرحك، الله يعطيك كل ما كتمنى، الله يرزقك باللي في نيتك. غادي نمشيو نلعرس ونفرحوا وننشطوا، المهم غنعملوا كل شيء. وهنايا كنبغي نقول اللي كيتمنى شي حاجه في خاطرو، بنات اللي ماشي مجوجين، خوتي العزاره اللي ماشي مجوجين، الله يفرحكم والله يسعدكم في الحياه يا ربي يا الحبيب، ويجيب لكم شي بنت الناس اللي تفهموا مع بعضياتكم، وانتم البنات الله يجيب لكم شي ولد الناس. والناس اللي كتمنى الذريه صالحه الله يفرحكم، دعيوه من القلب الخالص مع عند اختكم فاطمه الزهراء، الله يفرحكم الله يرزقكم من حيث لا تحتسبون يا ربي. وصليوا الاخوان وقيموا الليل ودعيوا الدعاء، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. وحاشا واش ربي ما كيستجبناش الدعاء، دائما اذا دعينا الله سبحانه وتعالى غادي يستجب. وغادي ندعي مع الامهات ديالي الغزالات اللي عارفاهم كيحمقوا علينا وكيتبعونا من قلبهم، سير الله يحفظكم والله يعطيكم حجه في قبر رسول الله، والله يسهل عليكم كاملين يا اغلى امهات عندنا، والله يخلي لنا الوالدين ديالنا وديالكم ان شاء الله، واللي عنده الوالدين ديالو يتهلا فيهم يتهلا فيهم يتهلا فيهم. وحتى من هنا غادي نقول لك اختي سلام عليك، غادي نمشي اختي نحضر، غنهز غير البريسو ديالي وغادي نعمل ديك البراسلي الذهب اللي جاب لي زوجي. وصافي بسلام عليكم.
صحة صحة وراحة. مزروبة كتبان ها؟ فيك جويعة صحة واحدة و 42 لا 42 صحة. صحة حنونة صحتكم مريم شليتها دابا مريم توغدا مريم جات الصخبة بالجه مرتك صحة للا صحة الله يعين صحتكم كل اختي بركة والهضرة ماكلة كنا والجلدة خدامة صحة والراحة